اتهم نائب وزير الخارجية الروسي مسلح المعارضة السورية بالعمل على عرقلة ومنع دخول مفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيماوية من دخول مدينة دوما بالغوطة الشرقية. يأتي هذا في الوقت الذي يجري فيه فريق من الخبراء في الأمم المتحدة اتصالات مع السلطات السورية والروسية لبحث الترتيبات الأمنية التي تسمح بنشر محقق المنظمة في المدينة للتحقيق في الهجوم المزعوم في دوما. كانت الأمم المتحدة قد أرجأت زيارة مفتشي البعثة عقب تعرض الفريق الأمني التابع للأمم المتحدة لإطلاق نار في دوما.